يعلق الكثير من المشتغلين في ميدان التقنيات التربوية الحديثة آمالاً واسعة على أهمية استخدامها في التعليم وفي العملية التربوية بصفة هامة، ويرى المتحمسون لهذه التكنولوجيا التربوية أن استخدامها سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية. سوف نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: أولاً، تحسين نوعية وجودة التعليم وزيادة فعاليته، وذلك كيف؟ عن طريق أو مثلاً حل مشاكل اكتضاد الفصول وقاعات المحاضرات، مواجهة النقص في أعداد هيئة التدريس المؤهلين علمياً وتربوياً، مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وكذلك تدريب الأساتذة في مجال مثلاً إعداد الأهداف التربوية والمواد التعليمية وطرق التعليم المناسبة والتي تتماشى مع النظرة التربوية الحديثة التي تعتبر المتعلم محور العملية التربوية أو التعليمية. ثانياً، هي قد تؤدي إلى إثارة اهتمام الطلبة وإشباع حاجاتهم للتعلم، فلا شك مثلاً أن الوسائل التعليمية المختلفة كمنصة التعليم عن بعد والنماذج والفيديوهات التعليمية بودكاست تقدم خبرات متنوعة يأخذ كل طالب منها ما يحقق أهدافه ويثير اهتمامه. ثالثاً، تحقق تكنولوجيا التعليم زيادة المشاركة الإيجابية للتلاميذ في العملية التربوية. رابعاً، إن الوسائل التعليمية الحديثة إذا أحسن الأستاذ استعمالها وتحديد الهدف منها وتوضيحه في ذهن الطالب سوف تؤدي إلى زيادة مشاركته الإيجابية في اكتساب الخبرة وتنمية قدرته على التأمل ودقة الملاحظة واتباع التفكير العلمي للوصول إلى حل المشكلات. وهذا كله يؤدي، هذا الأسلوب يؤدي إلى تحسين نوعية التعليم ورفع مستوى الأداء عند التلميذ. من أمثلة ذلك إشراك الطالب في تحديد الأسئلة والمشكلات التي يسعى إلى حلها، واختبار الوسائل المناسبة لذلك مثل عرض فيديوهات وأفلام ومشاهدتها بغية الوصول إلى الإجابة عن هذه الأسئلة، وكذلك استخدام الخرائط والكرات الأرضية وإجراء التجارب وغيرها، وما أكثر ما يقتصر استخدام الأستاذ لهذه الوسائل على التوضيح والشرح فقط، مع أن الأفضل أن يقوم الطالب باستخدامها تحت إشراف الأستاذ للوصول إلى حل بعض المشكلات التي يثيرها، فيكون له بذلك دور إيجابي في الحصول على المعرفة واكتساب الخبرة. إن توظيف التقنيات الحديثة في التعليم تؤدي إلى زيادة خبرة الطالب مما يجعله مستعدا للتعلم، وهذه الخبرات قد أشار إليها باحثون مثل ديل الذي وضع المخروط المسمى مخروط ديل أو مخروط الخبرات الذي يسمى مخروط الخبرة معروف بهذا الاسم، حيث تمثل الخبرات المجردة التي تعتمد على الخيال كالرموز واللفظية تشكل رأس المخروط، وتمثل الخبرات الملموسة التي تعتمد على الممارسة الفعلية قاعدة المخروط. ومن هنا نقول كلما زادت الخبرات الملموسة كلما زادت خبرة الطالب مما يجعله مستعدا للتعلم، والعكس صحيح. هذه التقنيات كذلك تساعد على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين الطلاب داخل القسم، كما أضاف بعض العلماء والباحثين مهام أخرى بالإضافة إلى ما سبق، وهي أن الوسائل التعليمية تساعد على تعزيز الإدراك الحسي وتساعد على تقوية الفهم، كما تساعد على التذكر والاستعادة وتزيد من الطلاقة اللفظية عند الطالب وقوتها بالسماع المستمر إلى التسجيلات الصوتية والفيديوهات وما يستلزمه من قراءة إضافية، كما أنها تبعث على الترغيب والاهتمام لتعلم المادة والتخصص والإقبال عليه، كما تشجع على تنمية الميول الإيجابية لدى التلميذ أو الطالب من خلال الزيارات والأفلام والتسجيلات
السمعية والأوديو فيزيوال وما إليه إلى ذلك مما ينمي القدرة على الابتكار لدى المتعلمين. خامسا، مواجهة تطور فلسفة التعليم وتغير دور المدرس والأستاذ. يهدف التعليم إلى تزويد الطالب بالخبرات والاتجاهات التي تساعده على النجاح في الحياة ومواجهة مشكلات المستقبل، ولا يمكن أن يتم ذلك بالتلقين والإلقاء كما هو الحال اليوم، ولكن بتوفير مجالات الخبرة التي تسمح له بمتابعة التعلم لاكتساب الخبرات الجديدة ليكون أقدر على مواجهة المتغيرات المستمرة في متطلبات الحياة وأنواع العمل التي يمارسها والمشكلات التي تصاحب ذلك. في هذا الإطار فقد انتقلت وظيفة الأستاذ من دورها التقليدي في التلقين إلى أن أصبح له وظائف جديدة يحتاج لأدائها إلى خبرات جديدة في إعداده لكي يتماشى مع التطور التكنولوجي، ولذلك أصبح مطلوباً من المدرس والأستاذ أن يصبح رجل التربية التكنولوجية الذي يستخدم جميع وسائل التقنيات الحديثة لخدمة التربية. أصبح أيضاً نجاحه يقاس بقدرته على تصميم مواقف التعلم بالاستعانة بجميع وسائل التعليم والتكنولوجيا التي تساعد كل فرد على اكتساب الخبرات التي تؤهله لمواجهة متطلبات العصر. سادساً، أهمية الوسائل التعليمية في مواجهة مشكلات التغيرات المعاصرة. يمر العالم اليوم بتغييرات كثيرة تناولت جميع نواحي الحياة وأثرت على التعليم من كافة جوانبه وأهدافه ومناهجه ووسائله، بحيث أصبح من الضروري على رجال التربية أو الأساتذة أن يواجهوا تحديات العصر بالأساليب والوسائل الحديثة حتى يتغلبوا على ما يواجههم من مشكلات ويدفعوا بالتعليم لكي يقوم بواجبه في تطوير المجتمع.